السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا تخص شريحه كبيره من المواطنين. صارت تساؤلات واسئله كثيره بخصوص هذا الموضوع اللي يخص هذه الشريحه. كل تحدث يقولون بعد ماكو. شنو ماكو؟ يعني ماكو باحث، بعد ماكو رعايه، خلصت. ناس استخدموها للانتخابات وخلصت. احتمال بعد ماكو اي واحد ينشمل. واللي طلع له باحث ما راح يستلم الكي كارد. وهذا الكم الكبير الهائل الطلبات للشمول باعانه مو راتب، اعانه الحمايه الاجتماعيه. شلون نعرف الاجوبه؟ كل هاي تساؤلات تصلنا بالدكتور احمد الموسوي وجزاه الله خير، مشكورا للدعوه بالحضور في قناه الايام في برنامج بخدمتكم. ضيفنا لحلقه هذا اليوم الدكتور احمد الموسوي، رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه. شكرا جزيلا لحضورك الدكتور. مساكم الله بالخير والعافيه، تحيه لك والجمهور الكريم. الله يحفظك الدكتور. اولا نعرف احنا وقتك وضغط العمل، ويمكن هذا اليوم الوحيد يمكن ترتاح به السبت، ويمكن ما ترتاح. الله يسلمكم ويحفظكم. الله يسلمك. مثل ما برنامج بخدمتكم وانا بخدمتكم. جزاكم الله خير، واحنا بخدمتكم ان شاء الله. الله يسلمكم. دكتور، ما راح نقول شنو العمل كذا، راح ناخذ الناس منتظر اجوبه. نعم. اخر مستجدات. اخر المستجدات وابرزها هو كان زياره دوله رئيس الوزراء الاسبوع الماضي الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، وتركيزها الخاص على محورين اساسيين. المحور الاول هو اطلاق اكبر وجبه بتاريخ وزاره العمل وهيئه الحمايه الاجتماعيه، هي كانت رواتب شهر 12 وكانت 2,151,000. وصل اعداد يعني تجاوز 7 مليون نسمه، وصلنا الى اعتاب 8 مليون نسمه هم المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، وهذا العدد لم تصل اليه سابقا هيئه الحمايه الاجتماعيه ولا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. هذا النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين، وكان هو الحدث الابرز في الايام الاخيره في وزاره العمل، وهو الاعلان عن الاطلاق الرسمي لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومدى اهميته في وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. فهاي الحدثين الأكبر هي دعت دولة الرئيس إلى زيارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتالي إطلاق الوجبة الكبيرة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. مثل ما تعرف احنا في الشهر الماضي اللي استلموا البطاقات الكي كارد أعدادهم وصل إلى 153,000 مواطن كأسرة استلمت بطاقات الذكية، وبالتالي وصل العدد إلى 2,151,000 أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، ما يعادل أكثر من 7,500,000 إلى 8 مليون نسمة تم شمولهم بالحماية الاجتماعية. هاي النقطة اللي ركز عليها دولة رئيس الوزراء، وهي من نقاط الأهمية الكبرى التي دخلت ضمن الأولويات الخمسة بالبرنامج الحكومي. لغاية الآن الأعداد المشمولين منذ يوم 1/11 ودخول الحكومة حيز يعني إجراءات حيز التنفيذ، ولغاية الآن تم شمول 900,000 أسرة تم إضافتها. أسرة؟ نعم، أسرة تم إضافتها شبكة الحماية الاجتماعية، ما يعادل 3,500,000 فرد تم شمولهم بعمر هاي الحكومة لغاية الآن. خلال هاي يعني أقل من 9 أشهر دخلت حيز التنفيذ ورواتبها وزعت إعاناتها على هيئة الحماية الاجتماعية. نعم، لغاية الآن 900,000 أسرة تم إجراءات البحث الاجتماعي. مثل ما تعرف سابقا طلعنا بأكثر من حلقة ركزنا عن إجراءات البحث الاجتماعي الكبيرة والهائلة التي حدثت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. انطلقت الإعانات يعني انطلقت البحث الاجتماعي ابتداء يوم 15/1 من العام الحالي، ولغاية الآن بحثنا أكثر من 2,100,000 أسرة بإجراءات البحث الاجتماعي. أسر تقدمت بحدود 1,800,000 أسرة تم إجراء البحث الاجتماعي لها ودخلت على قاعة البيانات، وتم من هذا العدد 1,100,000 تم إطلاق 900,000 أسرة تم دخولها بسيستم الرعاية الاجتماعية. والآن عندما تراجع البيانات الختامية لشهر 12 راح تلقى أنه تم صرف 476 مليار فقط لشهر 12، ما يعادل 1,151,000، وبالتالي يعتبر أكبر إنجاز وأكبر فقرة تم التركيز عليها ببرنامج الحكومي هي الفقرة رقم واحد للحد من الفقر. ما ندعي أنه قضاء على الفقر، أنه الحد من الفقر، وهاي الأعداد الكبيرة التي تم يعني تم شمولها ودخلت بسيستم الهيئة الحماية الاجتماعية. أحسنت دكتور. يعني هسه ربما سال نسال يعني هسه يشاهدون على الفضائيه،
يقول لك هسه انتم شملتوا 8 مليون تقريبا. نعم. وصل 8 مليون. 8 مليون يمكن السنه القادمه يصيرون 10 يمكن احتمال. نعم. يعني وعندنا احنا موازنه ثلاث سنوات قادمه يعني سنه وبعد سنتين بيها. يعني هاي الموازنه وراح تشمل واحنا يقال تخطيط لحد الان قالوا بين ما يقارب 43 مليون نسمه صار العراق. نعم. يعني احنا هاي الحاله بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة راح تشمل نص العراق بالاعانه. نعم. هسه يقول شنو الافراط زين وين خطط الدوله وين استراتيجيه ولو رغم هذا السؤال هو يسال على الحكومه الاتحاديه ليش ما شغلوهم يعني. نعم. بدل ما اني وطبعا اغلبيتهم شباب الرجل الكبير يستحق المراه الارمله تستحق اللي اصحاب الاعاقه يستحق لكن اكو شباب عندهم طاقه وعندهم شباب بعدهم يقدرون يعملون ليش ما وزاره العمل تفتح مجال العمل شركات العمالة الموجودة أن تدمجهم في مجال العمل حتى يأخذوا رزقه بتعبه يعني وتضمن له يعني ضمان اجتماعي. شوف دكتور خلينا نكون واضحين هذا هو السؤال الشارع هو سؤال كل المختصين بمجال الاقتصادي في خلي نجاوبك بكل صراحة أنه الحكومة مو فقط فاتحة الباب للرعاية الاجتماعية الآن ضمن المنهاج الحكومي وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اشتغلت على ثلاث محاور أساسية. الخطة الأولى كانت هو التوسع بشبكة الحماية الاجتماعية والدخول أسر جديدة لهذه الشبكة على اعتبار شنو؟ دكتور إذا تجي الحكومات السابقة وتجي التوزيع الجغرافي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بكل صراحة أقول لك راح تلقاهم في وسط المدن وكان كان هنالك عملية عشوائية وغير منظمة بل كانت هنالك أشخاص معينين من تخرج لهم إعانة الحماية الاجتماعية وبالتالي راح تلقى كافة الأطراف كافة الأقضية المحادية للمدن ما بها حماية اجتماعية. والآن الخطة الأولى كانت هو سد رمق هاي الأسر انه كانت الدعوه من الحكومه ومن اليوم الاول تشكيل الحكومه الان اتذكر انه اول اجتماع اجراه رئيس الوزراء هو كان اجتماع بالملاك المتقدم لهيئه الحمايه الاجتماعيه عند تشكيل الحكومه وكان هدفه الاول هو يعني شمول 900 الف اسره بشكل عاجل حتى نبدا بعمليه سد رمق هاي الاسر الخاصه. عمليات البحث الاجتماعي وصلت حتى لمناطق صحراويه وصلت الى حدود محافظه مدنيه يوم 15/1 لغايه الان وصلنا الى مناطق لم يصلها الباحث الاجتماعي بل مناطق وصلناها لا تعرف لا الكهرباء ولا الماء ولا تعرف اصلا وجود حكومه. اتكلم لك بكل صراحه وعندنا ارشيفنا يعني يذكر هاي المناطق وراح تطلع على كافه الاجراءات اتخذتها الحكومه. هذا الاجراء الاول. الاجراء الثاني كانت من نقطتين. النقطه الاولى هو التعديل قانون التقاعد والضمان. الآن كل المحللين كل المراقبين يقولون أنه هذا التقاعد من أفضل القوانين التي شرعت أو إعادة تعديلها ضمن الفترة بعد 2003. قانون منظم ينظم لك القطاع الخاص بصورة جيدة. هذا اثنين. يعني الفقرة الثالثة اللي مخطط لها هو الدخول المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية من الأعمار سن العمل في قانون القروض المدرة للدخل. شلون؟ يعني الآن عدلنا قانون القروض المدرة للدخل. الآن في عمر هاي الحكومة تم تعديل قانونية. القانون تقاعد الضمان الاجتماعي اللي الدولة الآن تدفع لك جزء من أي عامل تدفع لك جزء من التقاعد مالته. يعني توقفات تقاعدية. طبعاً توقفات تقاعدية. أي موظف الآن في هاي القناة أي راح يأخذ توقفات تقاعدية وبالتالي عندما يوصل إلى مرحلة سن 60 سنة مكافأة. طبعاً مو بس هاي أكو مجموعة من الإجراءات الجيدة مثلاً الحصول على قطع أراضي كانت سابقاً فقط الموظفين شبكة الحماية الاجتماعية الآن العمال المضمونين حالة حال أي موظف. جيد. راح نعم جيد. عفوا دكتور المقاطع يعني حتى يكون بشكل مباشر. نعم. للمواطن يعني بإمكان العامل المضمون. نعم. يعني في الضمان الاجتماعي حساب الموظف مو بس هاي الآن أنت قطع الأراضي هو مشمول بها. هاي نقطة رقم واحد. النقطة الأهم من ذلك إصابات العمل. أنت الأكثر قطاع يعني الغير منظم والقطاع الخاص مصانع. الآن اي موظف في هاي المصانع او نقول عامل في هاي المصانع يتعرض الى اصابه خلص انتهت حياته. صح. لا عنده ضمان. صح. ولا عنده اي اجراءات اخرى ولا يحرم من الراتب يعني رب العمل راح يطلعه بالشارع. ميبتل. الان حسب هذا القانون لا هو مضمون
وهو كل العمليات العلاجية تكفلها الدولة، وكذلك المساءلة القانونية رب العمل، والآن هي الوزارة مسؤولة عن حتى فحص بيئة العمل ضمن هذا القانون. هاي النقطة رقم 2. يطبق اليوم الأحد الماضي دخل القانون حيز التنفيذ. ممتاز. نعم، والآن كمك يعني، وإضافة لذلك نقطة جدا مهمة، هو وصول أدنى راتب تقاعدي هو 500,000 دينار، كان 400، الآن تم إضافة حسب القانون الجديد وصل 500,000، ويوم الأحد الماضي أعلن عنه دولة رئيس الوزراء ودخل حيز التنفيذ. من المتوقع أنه أكثر من 300,000 إلى 400,000 من المشمولين بالحماية الاجتماعية راح يتوجهون إلى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. هاي نقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين وهي حتى نعم. حتى من قادر نعم. دكتور يعني بما معنى أنا كعامل نعم. عندي ضمان اجتماعي نعم، رب العمل طلعني نعم، بطلت يعني، مو صلاحية رب العمل. الآن إذا يريد يبطل واحد لازم يرفع إذا كان مضمون، الآن إذا ما مضمون هو يطلعك. أي بالتأكيد. الآن إذا ضمنه راح يقدم رب العمل إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسباب موجبة حتى يطلع من العمل. هاي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين هو راح يلتزم بالراتب اللي راح يستلمه من رب العمل. إذا والنقطة الأهم أنه الدولة تدفع جزء من التقاعد مالتك والعامل يدفع جزء ورب العمل يدفع جزء. بالتالي أنه هاي المبالغ الثلاثة راح تحسب بالرصيدة، وبالتالي عندما ويشمل بجميع نهاية الخدمة وكذلك الإجراءات الخاصة بالتقاعد. عندما يطلع التقاعد وراح يكون حاله حال أي موظف جيد. في القطاع العام. خلص العمل أنا بهاي الشركة. نعم. خلصت العمل بعد وين نعم. أروح؟ أنا هسه أنا مضمون. نعم. إذا تروح لشركة أخرى تعتبر لك هاي خدمة. لا ما فرض أنا ماقوي وأنا أروح ما يخلوني أشتغل. نعم. أنت أخذت مني توقفات تقاعدية والدولة ساهمت وياي ورب العمل ساهم وياي اللي تركته أنا. نعم. بس هسه أنا مثل أريد أروح أشتغل ماكو، أجي أطرق أبوابكم حتى تشغلوني. لا. طبعاً هاي أكو الشق الثاني الآن. كل الشركات تلتزم بنسبة من العاطلين عن العمل مسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل. يعني الآن هو من يطلع من هاي الشركة يروح لغير الشركة أو يشتغل حتى سائق التاكسي بإمكانه يقدم على الضمان. هو يدفع عن نفسه، يدفع توقيفات تقاعدية والدولة راح تدفع جزء من التوقيفات التقاعدية، وباكر إذا استعين إذا راح أي يعني أي تعتبر خدمة. طبعا حتى ربة المنزل إذا كان عندها عمل خاص مثلا تبيع أدوات منزل تعرف من هاي الإجراءات تقدر هي تقدم على الخدمة، وبالتالي يعتبر لها تقاعد عند وصول إلى 60 سنة. حتى مثلا العامل اللي الآن بالشارع، حتى مثلا العامل يشتغل كخباز أو نجار، حتى هذا يعني هو عامل عن نفسه، هو عنده مشروعه وقاعد يشتغل يقدر يروح يسجل على التقاعد، وبالتالي الدولة هي مسؤولة عن تدفع له جزء من راتب التقاعد. يرجع على نفس قانون التقاعد الموحد. نعم. لا قانون التقاعد والضمان الاجتماعي اللي هو 25 سنة هو مكافأة ذات خدمة، طبعا نفس الإجراءات. هو يعتبر نعم يعتبر نفسه هو كموظف عنده الدولة ويعتبر هو عامل مضمون، وبالتالي أي إجراءات تعطيها للدولة هو مشمول بهذا التقاعد. فليش نقول هذا من أفضل القوانين التي شرعت بعد عام إعادة تشريحها بعد عام 2003. هذا القانون الأول. القانون الثاني اللي ما صار عليه يعني شلون نقول عليه إعلام قوي، هو بشهر الثامن عدلنا قانون القروض المدرة للدخل. مثل ما تعرف خلينا نكون صريحين، كل القروض اللي كان يستلمها المواطن سابقا 8 مليون و7 مليون ما حققت شيء. الآن القروض الممنوحة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3 أنواع من القروض. القرض الأول 20 مليون وتشغل واحد وياك، القرض الثاني 30 مليون وتشغل 2 وياك، القرض الثالث 50 مليون وتشغل 3 وياك. هاي النقطة رقم أول. وذول اللي شغلهم ياك لازم يكونون هم مشمولين بالضمان، يعني هو ومن معه مشمولين بالضمان. شنو نوعية الآن القروض؟ النقطة رقم واحد أنه الحكومة خصصت 400 مليار دينار ضمن الموازنة، وهذا أعلى سقف تصل إليه الموازنة بتخصيص 400 مليار للصندوق. ومو بس هاي، لا خط 3 سنوات كل سنة خصصت 400، يعني 1,200,000,000,000 مليار هو رصيد الصندوق، عدا المبالغ هو بحدود فيه أكثر من 1,000,000,000,000 سابقة مبالغ معادة من المبالغ الخاصة بالتسعة مليون وثمانية مليون المدورة. كل هاي المبالغ راح تجمع وتعطى بآلية جديدة خاصة بالقروض. النقطة رقم 2 والجيدة والممتازة إنها من دون أي فوائد.
الان اي تروح انت حتى اذا اي يعني اي مصرف سواء كان حكومي او اهلي 100% راح ياخذون عندك نسبه 6 وتصل الى 7 وحتى هي حتى الحكوميه صح. تصل الى 7 الان اي كل المصارف تصل الى 6 و7 مليون الان القروض في وزاره العمل من دون اي فائده. هاي نقطه. نقطه اخرى مفتوحه للكل الان تقدر تقدم تروح تستلم اليه نعم. حسيت سوره نواس يمكن اخوي يروح يسوي نعم. شنو الاليه؟ الاليه بها نوعين من نوعين من اليه التقديم. اذا كان مشمول بالحمايه الاجتماعيه من ال 400 مليار اكو 25% من هاي القروض للمشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه على اعتبار انه المشمولين سابقا بشبكه الحمايه الاجتماعيه ما لهم حق يستلمون هاي القروض انه على اعتبار انه الفرصه الواحده كانت صح. انه اذا كانت تاخذ قرض توقف رعايه اجتماعيه الان لا انه انت تاخذ القرض تاخذ 20 مليون تاخذ حمايه تاخذ قرض بعد 3 اشهر يعني انت تاخذ الحمايه والحمايه الاجتماعيه تستمر وياك وانت تاخذ قرض حتى تتمكن وتنجح بمشروعك انه بعدين الحكومه راح توقف عليك بعد 3 اشهر. هذا شو وقت اخذنا القرار؟ اخذناه يوم 29/10 من العام الحالي قبل شهر وبالتالي اطلقنا النافذه الالكترونيه. الان اكو نافذتين، نافذه مظلتي للمقدمين المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، لغايه الان خلال تقريبا اقل الشهر قدموا اكثر من 12500 من المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، هاي رقم واحد. الان المقدمين الان عاطل عن العمل وانت ما عندك رعايه اجتماعيه وتريد مصدر رزق، تعال قدم على يعني على القروض المدره للدخل من خلال دائره العمل والتدريب المهني، خلال يومين ثلاثه راح يتصلون بك لك تعال كمل اجراءاتك وخذ قرض. يحتاج له الى وكيل كفيل وهيك تفاصيل؟ نعم نعم، هي الاجراءات مالت الكفيل موجوده بالقانون، انت فقط انه اموال هو المطلوب. الشروط المطلوبه اثنين، المطلوبه الشروط هي طبعا انا مختص بالحمايه الاجتماعيه يعني انا ما يخالف اتوسعها التنفيذ الاكثر شيء نوصلها للمواطن. اكو بشرطين هي اساسيين، توفر الكفيل، وثاني شيء اكو موضوع جدا مهم انه تحضر مشروعك. الان في وزاره العمل مو مثل سابقا تاخذ الفلوس وتروح، الان لا، اول شيء انت لازم تحضر دراسه جدوى، شنو مشروعك؟ انت شاب وتريد تحصل على قرض، شنو مشروعك؟ وين راح تصرف هاي الفلوس؟ تعرف الان اذا يعطوك 20 او 30 مليون هذا مبلغ ليس صح. مثل السابق، صح. شنو هاي مشروعك؟ فراح يتفقون وياك على المشروع وجدوى الاقتصاديه ممكن يخسر المشروع طبعا، واكو موضوع جدا جيد، الان انت عندك مشروع وتريد تقدم على قرض بس ماكو فكره براسك، تقدر الان تفتح الموبايل تدخل على المنصه يعني منصه ارزاق سميناها حلو. الخاصه باداره العمل والتدريب المهني، الاف المشاريع تختار اي مشروع اللي تريده، والجيد بالموضوع انه جميع المشاريع الان الموجوده على موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه هي بها دراسه جدوى سابقه حلو. يعني خرجت يعني المجاميع الخاصه بتفتيش العمل وعرفوا انه هذا المشروع هو ناجح الان في السوق العراقي، وبالتالي تعطيك ثلاث انواع من المشاريع، الصناعي والزراعي وكذلك التربوي واشكال حتى السوبر ماركتات، تدخل شنو انواعها الصناعيه وتدخل شنو انواعها، تختار اي مشروع وتجي حتى تتراجع الوزاره، ما عجبك هذا المشروع اختار له غير مشروع، اكو نوع من الديناميكيه الان في اختيار هذه المشاريع. فبالتالي حتى نكون واضحين، 300 مليار دينار لغير المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه و100 مليار دينار للمشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، والتنافس يكون خارج الشبكه واحد وداخل الشبكه واحد، يعني المشمول بشبكه الحمايه الاجتماعيه راح يكون اولويتين، الاولويه الاولى انه 3 اشهر ما راح ينقطع عنه، والثانيه انه يتنافس مع اقرانه، ما يتنافس ويا الكل حتى تكون الفرصه مالته اكثر. فبالتالي هاي القانونيه احنا نعول عليها كثيرا بخروج مجموعه من المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه وبالتالي دخول اسر جديده. واكو موضوع يمكن ما ذكرناه قبل بالاعلام، اذا تجي انت تحلل المليونين و100 الف المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، دكتور شنو راح تلقاه؟ 570 الف هم الارامل والايتام والمطلقات المشمولات، يعني وصل الى 600 الف المشمولات المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه، اذا تجي تقول هاي من الاعداد؟ انت الان مريت في مرحله داعش وهذه الانفجارات اللي كانت تحدث، وكذلك ارتفاع سقف الدولار، وكذلك جائحة كورونا، هاي الأربع عوامل والتضخم بالسوق، خمس عوامل هي كلها أدت إلى موجة من الفقر، أو في خاصة جزء أهل بغداد قليلا في مراكز المدن، أنه شغل موجود وعمل موجود ما تحس به، لكن اللي يطلع للمحافظات خاصة في الأقضية النائية راح يحس أنه أول شيء شغل قليل، وكذلك أنه الأعداد للفقراء كثيرة. هاي أدت إلى زيادة المشمولات من النساء وصل إلى 600 ألف مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية. إيش قد بقى؟ بقى بحدود المليون و500 ألف.
على المعاقين وكذلك العجزة وصل العدد إلى 405,000 في زمن هاي الحكومة. فبالتالي هذا المليون الأول من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. بقت الأيتام ومن معدومة الدخل بحدود المليون، وكبار السن يعني أعمارهم من 40 فما فوق بحدود 500,000. هذول كبار السن عندكم؟ طبعا كبار 40 سنة يعني يقول هو عدم قدرته على العمل مثلا، يعني إذا تجي سن العمل يبدأ من 18 يصل إلى بعض الأعمال يصل إلى 40 و42، 50 وفوق. فبقوا الشباب، أنا مشكلتهم كلهم مع الشباب، أنا مع أنه هم زجهم بالعمل، هم أعدادهم من 350 إلى 450 ألف المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. فبالتالي تشريع وتعديل هاي القانونيا من المؤمل أنه يسحب عدد منهم ومزجهم بسوق العمل. هاي الفكرة الحكومية. أحسن، شكرا جزيلا على هذا الإيضاح الكبير والمهم يعني بصراحة. ولهذا السبب ولو أنا أصبحت من العجزة من 40 وفوق، يعني احنا هسه بجو شتائي. نعم. تمام لو لا؟ نعم. انت عايشتني بهذا الاستوديو بفصل الربيع. نعم. جو ربيع ويسمعك دكتورنا يقول الله لك هاي شنو من حكومة. هاي طروحات تحتاج الى تنفيذ. احسن. نعم بالضبط. هذا على ورق. نعم. التنفيذ اصعب بكثير. فعلا. هل المقدمين اللي قلت له 12,000 وكسور. نعم. قدموا بس من الحماية الاجتماعية. نعم. يشملون كلهم. سواسية لو ابن عمك وخالك وكذا، وهذا نطي وهذا بعطي. شوف راح أتكلم لك بكل صراحة، إنه الآن الحكومة أكملت الشق الأول، وكان واضح دولة الرئيس وياهم ويا كل يعني الملاك المتقدم، إن شاء الله بوجود وزير العمل والشؤون الاجتماعية راح الأمور في ملفات التقاعد وكذلك ملف القروض إن شاء الله يعني من بداية السنة القادمة راح يكون العمل نحو الأفضل، على اعتبار انه الان هو كمل الشق الاول من قاعده بياناته موجوده. طبعا كمل الشق الاول صحيح. من هو الهدف مالته كان يوسع شبكه الحمايه الاجتماعيه ومن ثم يبدا بعمليه التقليل والصعود بقانونيا. هذا الهدف انه كان يقللون او يحدون من نسب الفقر في الملف الحمايه الاجتماعيه. الان خط الفقر في وزاره يعني حدده وزاره التخطيط يقول نزل من 23 الى من 24 نزل الى 21، هاي كخطوه خلص. اولى الان مع تطبيق القانونين يتوقعون ينزل بعد اكثر، وهي عمليه طرديه. عمليه طرديه. فبالتالي الان الهدف الحكومي اللي وضعته بالبرنامج الحكومي هو كان شمول التوسع بالشبكه ومن ثم الدخول بقانونين جديده. هاي النقطه رقم واحد. النقطه رقم اثنين، الان المبالغ الخاصه بالقروض مبالغ كبيره، والان هم فاتحين بابهم، اي مواطن يريد قرض يروح يقدم يروح يستلمه، مو مثل قبل كانت المبالغ قليله وكان الضغط كبير ونقطه اساسيه كانت تعطى من دون دراسه جدوى. اي واحد يريد كان يطون والمبالغ تنفذ بكل سرعه. الان لا، يروحون يدرسون القرض مالتك ويشوفوا ايش قد. واكو موضوع جدا مهم، الموضوع انه قسم على كل المحافظات. سابقا راح تشوفه متركز بمنطقة واحدة او محافظة واحدة. اتكلم بصراحة صحيح. الان لا، راح تقسم في بغداد حصتها هالقد، في الانبار يعني هالقد. المليارات تقسمت على كل محافظة على النسبة السكانية وخط الفقر. فبالتالي كل محافظة لها اعداد معينة لشمولهم ب يعني هاي القروض. واتمنى في اليوم ان شاء الله تزور انه دائرة العمل وراح تشوف. انت تقول لي انت قدمت على القرار، راح يقول لك قدمت الكتروني ويجي شموله. شبكة الحماية الاجتماعية المسؤول على الخاصة بملف الشمول بالحماية الاجتماعية كانت مفتوحة الكترونية وتم فرز الأسماء الكترونية وماكو أي تدخل. ملف القروض ما عليه ذاك، أتكلم لك الموضوع مو يمكن يوم وزارة التخطيط. لا هو بالإضافة لهذا ما عليه ذاك الإقبال الكبير الآن من الشباب، أتكلم لك صراحة. يعني هو خلص الهدف يحصل بس رعاية اجتماعية صحيح. هذا الملف مفتوح، هي فرصة يا أخي، فرصة تبع ما طول بعدها مفتوحة، توكل على الله وخذ لك قرض والوزارة هي راح تساعدك بالإجراء. وجيد وتهم راح تفتح مساحة أكبر للناس المستحقة فعلا. هذا بما انه راح اخذ قرض واشتغل بعد 3 اشهر ان مسحت من عدى الاعانة، الاعانة راح تفتح ايضا، راح تفتح ابواب الاعانة. يمكن اعتقد يمكن هو نفس الرقم يبقى يراوح. نعم اتوقع بالضبط هو الرقم نفسه. يعني الان الاعداد اللي وصلت لها، شو اكو موضوع جدا مهم، انت الان تمشي على اعداد تحدد لك اياها وزارة التخطيط. تمام. وزارة التخطيط تقول لك في هذا القضاء هنالك نسبة فقر. نسبة الفقر هي هالقد، وانت لازم تشمل من هذا القضاء هالقد.
لأول مرة الوزارة بدأت تواكب وزارة التخطيط. مثلا الآن يقول لك الأعداد المشمولين بالحماية الاجتماعية يجب أن يكون في بغداد 300,000، أنت راح تشمل 300,000 حتى تواكب نسبة الفقر. وأتكلمك بصراحة، بدينا في بعض المحافظات نتجاوز هاي النسبة في سبيل أنه إحنا عندنا الهدف راح تبدأ العملية الطردية الخاصة بتفعيل القانونين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أحسنتم دكتور أحمد، حتى شوية أخذ رأس الدكتور، فقط أكون مناشد مشاهدين الكرام، وصلتني ويعني أقسموا علي أن أطرحها تخص مجلس الخدمة الاتحادي. السلام عليكم، هذه الرسالة نصا: نحن شريحة ذوي شهداء النظام البائد، على مدار السنوات السابقة توقف التقديم على التعيين وعلى المجلس الخدمة الاتحادي. نحن من الدرجة الأولى باسم الإنسانية، نرجو من حضرتكم استاذ عبد الله النائلي، طبعا رئيس المؤسسة استاذ عبد الله النائلي ما له علاقة وربط بالمجلس الخدمة الاتحادي، ودائما يمكن استضافت الرجل هنا وتحدث بك بشكل صريح، قال ليس هناك تعاون بشكل كبير معانا، وتبقى هي اكو نسب، نعطي نسب للشهداء. باسم الإنسان نرجو من حضرتكم استاذ عبد الله النائلي ان تنظر لنا ولا تقصر، يعني هي كما هي رسالة، ولا تقصر ويانا، وما عندنا غيرك يوقف ويانا ويساندنا لتحقيق طموحاتنا، لنكمل مسير الشهيد الذي ضحى بروحه لأجل الوطن. كلنا فخر بحضرتك والقائمين والداعمين المساند ذوي الشهداء، لأنه يحسون بغبن، لأن عندهم غير على أبناء الشهداء. علما نسبة ذوي الشهداء على الموازنة الجديدة 15%، يعني تكفي ذوي الشهداء وحصتهم بتعيين، ويكون لهم استثناء والأولوية، لأنه بعضه لا يتعاون مع حصة المؤسسة. سبحان الله، سوف أتحدث عن هذا الموضوع، تذكره أو ما أعرف تذكره على التليجرام وصلي، لأنه بعض لا يتعاون مع حصة المؤسسة ويخرق القانون أي تم التصويت عليه. لازم يكون مؤسسة الشهداء الهيبة والكلمة المسموعة بين المؤسسات الحكومية. أمانة الله لا تقصر ويانا ولا تنسونا، أمانة أستاذ لا تنسانا بالبرنامج وطرح خدمتكم. وهذه رسالة إلى الأخوة في مجلس الخدمة الاتحادي أن ينظر، مو بعطف بصراحة، هي مو عطف أبدا، يعني بالواجب ينظر بواجبه ويتجه الى ذوي الشهداء. لولاهم ما احنا قاعد هسه الان، خاصه الشهداء اللي داعش من قوات الامنيه والحشد الشعبي والاجهزه الامنيه، ومن ضحى في سبيل هذا الوطن لهم استحقاق في كل مؤسسات الدوله وبما فيها التعيينات في مجلس الخدمه الاتحادي. وصلت رسالتكم، ان شاء الله الاخوه يتفقون على هذا الموضوع. دكتور احمد، نعم، شنو سبب توقف البحث الاجتماعي والوجبة السابعة يمكن؟ نعم، شنو السبب؟ طبعا شوف، هذا الموضوع جدا مهم. احنا اكو مع كل الاسف مجموعة من المرشحين للانتخابات عملوا على استغلال ملف الحماية الاجتماعية، ومو اجا واستغلها فعلا انه من خلال اخراج اسماء خاصة بي، او انه الوزارة استلمت منه اسماء وطرحتها للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. عندنا احنا برنامج يسمى برنامج مظلتي في هيئة الحماية الاجتماعية، ويعتبر هذا من أبرز البرامج وأفضلها من الناحية الإلكترونية، كونه الآن أنت كمستفيد من الحماية الاجتماعية وتريد تشوف وين وصلت معاملتك، تدخل على البرنامج، هو راح يعطيك بس تدخل اسمك واسم والدتك أو تدخل الرقم الخاص بالأسرة، راح تلقى المعاملة مالته وين واصلة. مع كل الأسف مجموعة من المرشحين بدأوا يستغلون هاي المنصة ويستخرجون أسماء مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية، وبدأوا يتصلون بيهم، وإحنا من سوينا لكم هاي المعاملة وإحنا من تابعنا لكم إياها. بعض المرشحين الآن البرنامج الانتخابي إنه أنا أكمل لكم المعاملات الاجتماعية فعلا، يعني الآن يعني لحد يوم أمس أكو طلع بالتلفزيون قال أنا أمشي لكم بالمعاملة وأنتوا لا تجي، يعني شعاره إنه أخدم معاملتك. هذا برنامج الانتخاب. نعم، هذا برنامج الانتخاب مع كل الأسف. فبالتالي يعني اضطرينا إلى عملية الإيقاف
خاصة بالشمول وكذلك الاستعلام الخاص. بس إن شاء الله بعد الانتخابات إن شاء الله تعالى. هو إحنا تعرف إحنا أيضا بين وجبة ووجبة نأخذ أسبوعين إلى ثلاثة حتى نكمل الصرف الوجبة الخاصة بالحماية الاجتماعية. وبما أنه وصلنا إلى نهاية السنة المالية فصار القرار أنه نوقف كل خدماتنا البحث الاجتماعي وكذلك خدماتنا الإلكترونية والاستعلام. لا بعد السنة المالية. لا السنة المالية الآن المبالغ متوفرة. الآن المبالغ لغاية الآن لم تنتهي السنة المالية. لكن إحنا وقفناها لغرض أنه يعني أتكلم لك بسرعة. ما تستغل. تستغل. يعني أنا جاي أتكلم بكل صراحة. يعني إحنا فوق ما مسوين الزين وفوق ما نسوي وهو زين مو للمواطنين لا زين كنظام إلكتروني وإحنا واجبنا إحنا جينا هنا لخدمتهم. يعني ما إحنا طلعنا شيء من جيوبنا وجينا شيء من نام. لا هو هذا استحقاقه من الدولة وتطيل مع كل الأسف استغلوا هاي حتى البحبوحة من الأمل لبعض الشباب أو البعض المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. فبالتالي أوقفناها لمدة أسبوعين وإن شاء الله راح يرجع البحث الاجتماعي والاستعلام الإلكتروني والشمول بالوجبات بعد انتهاء الانتخابات. أحسنتم دكتور. عندنا سؤال يقول هل توجد هناك زيادة في راتب المعيد المتفرغ؟ نعم هذا الموضوع جدا مهم بخصوص احنا مثل ما تعرف احنا يوجد في الوزارة هيئتين، هيئة الحماية الاجتماعية المشمولة عن الفقراء والفقر والإجراءات الخاصة بها، والهيئة الثانية هي الخاصة بالمعين المتفرغ وذوي الإعاقة. يعني يوم الثلاثاء الماضي اليوم سبت احنا يوم الثلاثاء الماضي هو تم تعديل قانون التقاعد قانون ذوي الإعاقة قانون رقم 38 في مجلس الوزراء، وبالتالي وصل الحد الأدنى من الرواتب. مثل اكو موضوع جدا مهم الآن اللي يستلمون من يعني من ذوي الإعاقة هو راتب لمعين المعاق، فبالتالي وصل إلى حد الأدنى و250 ألف دينار. فبالتالي الآن ينتظرون الإجراءات الخاصة رفع إلى مجلس الوزراء مجلس النواب لغرض التصويت عليه، وبالتالي يدخل القانون حيز التنفيذ ويكون بالتالي راتب اللي خاص بالمعين المتفرغ أدنى حد هو 250 ألف دينار. أحسنت دكتور. يقول إيه يحكي يقول طلعت نتائج الفقر. نعم وبعد يعني طالع له باحث مو تمام دكتور. نعم يقول انسوا الكي كارد ما يطلع لكم كي كارد على اساس ايش قال لي. شوف هو مو بس هاي الان ركز على دولة الرئيس الوزراء حتى مو بس هاي اقول له هاي كل اغلبها تقوم بها المرشحين انه بعد ما راح يطلعوا لكم كي كارد تعال يمي رشحني وانا وعدك راح اطلع لك كي كارد. انا راح احكي لك اياها الصراحه لا عندنا وقت محدد أنا نقوله كل الإجراءات والهدفنا بعد الانتخابات راح نسكت عنه. لا ما كل الأسف وصلونا إلى مرحلة يعني من استغلال للمواطن وللأمانة حتى بعض المواطنين يعني ينجرون لهاي الإجراءات. أكو بعض المرشحين يأخذ منه فلوس ويقول انتخبني وأنا أطلع لك والمواطن يطيه مع كل الأسف. فبالتالي عندنا الآن مجموعة من ما مثل ما تفضلت يسمى تحليل نتائج الفقر. فإن شاء الله راح ترجع العملية إصدار الوجبات بعد الانتخابات نطلق وجبات بصورة متتالية وراح ما تنتهي. الآن حتى صار عندنا الآن توجه ضمن راح يطرح أموال موجودة. نعم إن شاء الله مو فقط الأموال اللي جميع اللي نخرجهم من هيئة الحماية الاجتماعية من قاعدة البيانات بكونهم ميسورين أيضا راح يتم تعويضهم من القاعدة الموجودة في شبكة الحماية الاجتماعية. أحسنتم جزاكم الله خير. يلا قاسم ارتاحت هذا أخوي سعد الزرسان يا أبو ما يبغى متفرغ ما يبغى متفرغ. أين وصلت أعداد السلة الغذائية؟ نعم هذا موضوع جدا مهم ومتابعة خاصة يعني من الحكومة. أول مرة نحدث عملية ربط شبكي بين هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة التجارة. كان كل شهر تتأخر الأعداد ما تصل الأعداد إلى يوم 15 و16 ترسل قاعدة البيانات ومن بعدها يبدأ عملية مثل ما يسموها يقص الحصة التموينية من خلال مراكز التجهيز. الآن اتفقنا بمحضر اجتماع مع وزارة التجارة أنه كل يوم 25 ترسل البيانات المحدثة إلى وزارة التجارة وبالتالي يبدأ عملية إحالته إلى المخازن وتنزل بالبطاقة التموينية. لغاية الآن تروح البطاقة التموينية طبعا من خلال دائرة البطاقة التموينية تحال إلى المخازن وتجهز وتجي للمستفيدين الحماية الاجتماعية. اللي مستفيدين الحماية الاجتماعية لغاية الآن وزعنا بحدود 60 مليون سلة غذائية منذ يوم 1/1 من العام الحالي ولغاية الآن. 60 مليون يعني العائلة متتالية يعني عوائل استلمت. تعرف أنت الآن وصل الأعداد المشمولين بالشبكة إلى أكثر من 7 مليون.
واحنا الاسبوع الماضي جهزنا الاعداد الجديده حتى مع المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه تجدد، وارسلت الى وزاره التجاره بحدود 7,300,000 فرد سيتم منحهم ضمن الشهر 11. هاي الاموال من الوزاره لو من التجاره؟ لا، الاموال الخاصه بهاي المبالغ هي من وزاره التجاره. المواطن العادي يستلم سله واحده، اللي مشمول بشبكه الحمايه الاجتماعيه يستلم سلتين، ياخذ حاله اي مواطن وحصه اضافيه بسبع مواد. المواطن العادي يستلم خمس مواد، المشمول بشبكه يستلم سبعه، يعني حصتين والثانيه محسنه بسبع مواد. ممتاز، هاي تجربه صار جد من بدت الحكومه من يوم واحد لغايه الان. ما كانت موجوده؟ لا ما كانت موجوده. اول اطلاق لها كان يعني 1/11، كانت الفكره السله الغذائيه، ودخلت حيز التنفيذ بهذا الشكل المتسلسل وربط بقاعه البيانات من يوم 1/1 ولغايه الان. تم توزيعها بصوره يعني وانسيابيه عاليه، تحدث مره تعرف انت هاي قواعد بيانات، واحد ما يستلم واحد يستلم، بس اي واحد يحدث بياناته ما استلم الشهر اللي وراه راح يستلم الحصه التموينيه، وبالتالي الاعداد المستلمين دائما يعني يصل الى 7 مليون، لكن هذا الشهر مع الزياده اللي حدثت به المشمولين بشبكه الحمايه الاجتماعيه وصل الى 7,300,000 يعني فرد نسمه مشموله بالحصه التموينيه الاضافيه. والله بصراحه عافيه، والله امانه عافيه، يعني بهالطريقة وأن أن أن أوصل السلة الغذائية إلى المواطن المشمول بالإعانة، بصراحة أول مرة أسمع عنها. شوف هذا الموضوع جدا مهم، الأمن الغذائي من أهم، حتى أنا يعني حسب رؤيتي كأكاديمي أو مختص بالشأن الاجتماعي، وحتى المنظمات الأجنبية من نقعد ونتكلم عندهم الأمن الغذائي أهم من الأمن المالي. أنا حسب يعني خبرتي أنه أشوف أنه الأمن الغذائي جدا مهم، إدامته جدا مهمة. أكو مواطنين تعرف أنت قبل كانت بعد 2003 هواي شعارات اتخذت الحكومة، إحنا نعطيكم فلوس بدال الحصة، كلها رفضت كل المواطنين، حتى إحنا كنا نعتبر موظفين رفضنا أنه تعطونا فلوس بدال الحصة، لأن هي مهمة بالنسبة للتضخم الحاصل بالسوق والآن ارتفاع أسعار الدولار. طبعا بالتالي أنت تشتري مواد مدعومة، تعطيك مواد مدعومة أفضل ما أنك تروح تشتري مبالغ وما راح تجيب لك مثل هاي الحصة. فبالتالي انه حسب المعلومات انه الحصه الواحده مبلغها متراكم يصل الى 35,000 دينار. ما شاء الله عليكم. دكتور احمد، نستاذنك بتقرير. نعم. يعني وصلنا اخوه عندهم مشكله. هاي المشكله يعني 4000 فرد بيها. وهاي ال 4000 فرد يعني 4000 اسره اذا كانوا جميعهم متزوجين يعني. وصلنا الإخوان إلى القناة، لكن للأسف يعني وقت البرنامج جو متأخرين، فسجلوا الآن، سجلوا هذا التقرير وهذه المناشدة. فهي المناشدة إلى دولة رئيس الوزراء أستاذ محمد الشاع السوداني وإلى المعنيين بهذا الأمر. نشاهد نحن وياكم هذه الشكوى ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا توجهت إلى قناة الأيام إلى الأخوة اللي نريدهم يوقفون ويانا ويسألون قضيتنا. اليوم احنا قضيتنا قضية رأي عام صارت. بعض الأخوة احنا من 2019 ولحد الآن نعاني من هذا موضوعنا، موضوع اللي هو عادل الخدمة. احنا قضيتنا قضية المتغيبين من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، إجراءاتنا القانونية منجزة من الناحية الإدارية والقانونية والصحية والإدارية، ودرجاتنا الوظيفية موجودة، وإجراءاتنا كلها كاملة. اليوم على أساس إحنا مضمونين ضمن الموازنة مال مفسوخة، أو الموازنة مال 23 وال 24 وال 25 اللي انقرت قرها البرلمان، فإحنا قضيتنا على أساس من ضمن المفسوخة عقودهم. اليوم ماكو إنصاف بالقضية وماكو إنصاف بالموضوع. موضوع المفسوخ عقودهم اليوم أنصفوهم بدون شروط. اليوم قضية الهاربين، العفو المتغيبين ومن قيادة قوى الشرطة الاتحادية اللي هم حسب ما يقولون الهاربين مسمياتهم، احنا مو الهاربين، مو اللي تركنا مواقعنا القتالية وهربنا، احنا مو المتخاذلين ولا المتسربين. احنا بأثناء الإجازة بأثناء حبيت أوضح هاي الرسالة وأوصل هاي الرسالة لبعض الأخوة من النواب وبعض الأخوة من اللي موجودين اللي جاي على أساس يقولون الهاربين انتو متسربين. لا، احنا مو المتسربين، احنا بأثناء الإجازة، بأثناء الإجازة الزمنية اللي محددة للمنتسب بأن يكون عنده إجازة زمنية.
اجازتنا او قسم بعض الاجازه، بعض الاخوه اللي صارت عنده قبل الاجازه قبل يلتحق صار عنده غياب، يعني تاخر عن موعد الالتحاق مالته، صارت عنده مشاجره او صارت عنده شغله عشائريه او صار عنده تاخير بالدوام، عنده وقع بمرض او صارت عنده حاله وفاه. انا واحد من العالم قضيتي كشخصيا اليوم، انا اثناء الدوام مالتي دوامت بالدوام مالت العفو استخدمونا طلبوا مننا استخدام، كان عندنا تعرض ببيجي وطلبوا تعزيزات وصعدنا تعزيزات البيجي. من رجعنا لوانا لقيناه من بعد ما كملنا قتالنا وكملنا اجراءاتنا لقيتهم، رجعت للوامات لقيتهم هربيني، انا جاي اخذ اجازه لقيتهم هربيني. زين ليش مهربيني ما اعرف، كان القبر كله بورقه وقلم التسجيل مال الهروب. فبعض الضباط ظلوا مستمرين بالرجعت راجع العوده مالتي بين الغي الهروب مالتي زين اللي مدخلين اياه، لقيت اللواء مالتي متهيكل راحت الاوليات مرتنا كلها الحمد لله والشكر بعد هاي الفتره كلها. احنا حاليا انا احكي بموضوع يخصنا قضيتنا كهاربين من متغيبين من قيادة القوات الشرطه الاتحاديه، وعندنا اوامر اداريه وعندنا كتب رسميه. اليوم عندنا اخر كتاب رسمي اللي هو حسب ما وجه السيد معالي وزير الداخليه المحترم عبد الامير الشمري بامر هذا الهامش مالته، هذا هامش الوزير، انا حفظته حافظ الهامش مال الوزير زين حسب ما اشوف هسه بالتصوير بالكاميرا، وراح اقرا لك اياه. حتى موافقه للسيد الوزير المحترم معالي وزير الداخليه المحترم باطلاق الامر المباشره في تاريخ 15/10 للوجبه الاولى والمباشره على شكل 3 وجبات ومده الدوره 45 يوم واضافه التخصيصات الماليه لهم. هذا هامش الوزير. اليوم هامش الوزير ما رفع بالكامل حتى هنا ابو قياده القوات الشرطه الاتحاديه ينفذ الامر. اليوم الرفع هذا الكتاب الى قياده القوات الشرطه الاتحاديه من امر من الوزير الداخليه زين، نسب السيد الوزير المحترم قبول مباشرة موضوع البحث ويقسمون إلى 3 وجبات وإضافة التخصيصات المالية لهم. اليوم اللغة بالهامش الوزير المدة الدورة وموعد المباشرة واضح. قيادة جاوبت، قيادة القوات الشرطة الاتحادية جاوبت زين نعتذر لا عن مع العرض لا يتوفر الاعتماد المالي اللي مو ما إليهم في الوقت الحالي. زين اليوم أنت ما عندك تخصيص مالي وجاي تقول الكتاب الوزير ما نفذت أمر الوزير، ما تنفذ من خلال قيادة القوات الشرطة قائد القوات الشرطة الاتحادية ما تنفذ الأمر الوزير زين. أنت شو تقول ساعة تقول ما عندي تخصيص يا قائد الشرطة الاتحادية، ساعة تقول ما عندي تخصيص، وهسه رجعت فئة من الهاربين زين وطلبت أعمار طبقت الشروط اليوم على قضيتنا. اليوم المفسوخ عقودهم ما طبق ما أنصفتهم كلهم ما طبقت عليهم الشروط. اليوم اللي رجعت المحلية وفواش طوارئ وأبو النجدة وأبو الحدود وأبو الرد السريع كلهم اللي متغيبين اللي عندهم والهاربين كلهم رجعهم الا قضي الا شريحه الا قيادة قوات الشرطه الاتحاديه لحد هاي اللحظه ما رجعت اي واحد منهم. وهسه حاليا حسب امر معالي وزير الداخليه فقط رجعوا بس الاعمار الصغيره. واحنا حاليا ناشد من خلال قناتكم الموقره بانصافنا واسترجاع حقوق هذه العوائل. واحنا اليوم هذول الاعداد اللي مخليهم زين مخلين كتاب وهمي يعني 4540 هذا العدد ما موجود كله ما موجود. اليوم اذا تريد تسوي تاشير التحاق اليوم العدد اللي موجود يلتحق عندك هو ما يقارب ال 1000 الى 1500 متواجدين. واحنا اليوم جايين وتعلينا لكم دقينا بابكم ومتعلين القضية تسوون لنا حل لقضيتنا. وشكرا جزيلا ونشكر قناتكم الموقرة. واحنا بخدمتكم ان شاء الله من نطرق ابوابنا، ابوابنا كلها مفتوحه لكل من عنده اشكاليه وبخدمتكم ان شاء الله. اتمنى تكون توصل رساله الى دوله رئيس الوزراء ولا مع الوزير الداخليه الاستاذ عبد الامير الشمري. اخر سؤال انه خلص وقت البرنامج دكتور، شاكر لك طبعا. شكو شو عندكم شهر ثاني؟ ان شاء الله تعالى يعني اكو موضوع جدا مهم يعني بدا بتوجيه من دوله رئيس الوزراء.
أنه أكو توجه إلى إعادة الأسواق المركزية وأن يكون نسبة كبيرة منها المستفيدين الحماية الاجتماعية. أنه بدينا الاجتماع الأول، قواعد بياناتنا جاهزة، راح نبدي عملية إصدار الهويات التعريفية للمستفيدين الحماية الاجتماعية بالفترة القادمة، وأكو مشروع أنه إن شاء الله بشهر الثاني يبدأ عملية التسويق الخاص بالمستفيدين الحماية الاجتماعية، راح تكون أقل من السوق من 20% إلى 30%. إلى أماكن إن شاء الله حسب خطة وزارة التجارة، راح تبدي بثلاث أماكن في بغداد ومن ثم يتوسعون بأعمالهم. احسنتم، يعني بعد نهار ابو الحمد الهويه يروح يشتري على الهويه، مو بس يعني مو بس نعم مو بس مواد غذائيه، حتى ادوات منزليه ممتاز. اثاث مدعومه من الدوله من 30% إلى 40%. ممتاز ان شاء الله تعالى. موفقين دكتور احمد الموسى رئيس هيئه الحمايه الاجتماعيه، شكرا لحضورك، شكرا لتعاونك الكبير معنا في انا اشكركم انا اي برنامج بخدمه للناس انا اكون معي. انا جدا عزيز ربي الله يحفظكم. إذا مشاهدين كرام، في ختام الحلقة تقبل تحيات كادر البرنامج، وأنا محدثكم الدكتور حازم عادل الحميداوي أو حازم الحربي، ألتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم. في أمان الله.